تانية هتخد الانصاري، ولكن اللمسه مش حلوه عبد العزيز، اللمسه مش حلوه ابدا، قطعت على طول اللعبه اللي فاتت من جديد لسينا الدوري حتى الان 1-0 للجيش. قدرات الخاصة عجبني جدا محمد عبد الله المثناني، استلم وسلم، ما تفلسفش، ما كانش اناني، وطبعا رومارينيو بقى واحد مولود في هذا المكان ما شاء الله عليه. واحد يقول لك مش متعمد، قال لك وضع اليد، اتلغت كلمة التعمد واصبح حسب وضع اليد، وضع اليد مش طبيعي وعطلت والكلام ده خلاص. لمسة يد، ادوا الحرية اكتر. طب من عظمة البرنامج جزء من شد انتباه المشاهدين اللي كلهم الحقيقه التفتوا حول هذا البرنامج، من اصبح عمل تثقيفي اعلامي جميل، مش مجرد مين كسب ومين خسر ودي صح. هما كان في الفريق اللي بيطبع في مؤخره الجدول هو فريق الوكره ب 13 نقطه في المركز الاخير، واصبح الوكره يعاني وفي طريقه الى الدرجه الثانيه الا اذا جد جديد. الابتعاد والوصول للمناطق الدافئة من جانب الفريقين، كرة منقولة توصل إلى لاسين ديابي، لاسين ديابي ينقل كرة الأمام لمصلحة اللاعب أنور ديبا، كرة فيها تقدم رشيد يحاول يمر ولكن مصلحة لاسين ديابي، لاسين يحاول يمر أمام حمد، حمد مرة ثانية لاسين، المرور والتمويه مرة ثانية وكرة تتمرر توصل محمود سعد، دوران رائع جدا محمود سعد، ملعوبة بالراس، تستمر النتيجة ب 2-1 إلى حتى الآن لمصلحة فريق الخرطيات أمام السهلية. الخلف ولكن أيضا بالرأس تتحول وتعود محمد سلم، هنا ديابي أيضا تقطع، هنا عبد الرحمن نكروبي عدى بشكل سليم، مررها لسيباستيان، سيباستيان يحاول لكن هنا زانجار دور زانوف يرسل الكرة ديابي في الطرف الأيسر، برافو برافو على النقلة، برافو على المساحة اللي موجودة واستغلال الخرطيات، لمسة أمامية ولكن أيضا تصطد في الكروبي وتعود بينما المنسق الإعلامي هو السيد أحمد الأنصاري والمنسق العام للمباراة هو السيد نديم حسين. هذه الأسماء الخاصة بمباراة الملعب، لكن في أرضية الملعب عندنا 12 شارك في لقاء سمير، وفي هذا الموسم يظهر المرة الأولى أيضا الآن هنا في لقاء الخرطيات. لعب نادي السد على كاهلة من خلال مباراة اليوم، وهنا في هذا اللقاء يقدم مكان خصوصا في شوط المباراة الثانية، كرة فيها محاولة محمود سعد، تسديدة قوية ماضية الى خارج ارضية ملعب رمي التماس المصاعد الخرطيات، تدخل في مرة اولى محمود سعد يبحث، حكم يشير بالاستمرارية وتتيح الفرصة لمصر الهجومية الحاضرة والمتواجدة لدى احمد العجلاني، لصانة ديابي يمر من ثم يقع، فجابر يامر بالاستمرارية ويشير لبيدرو كاشيني مويت، ولذلك هنا دور الجهاز الاداري، لسانا ديابي يحاول المرور مع ثلاث اربع لاعبين، لسانا ليبرتادوريس مع فريق سانتوس، وبعدها كان قد تواجد مع ساو كايتانو سبورت سيتي وغوراني، لكن يبقى فريق سانتوس هو الفريق. عبد الرحمن مصبح على اليمين يحاول الخرطيات تسجيل الهدف الاول، لاسين ديابي مار وبالتالي يحاول المرور والتقدم وارسال كره عرضيه لكن الكره تتخلص. تبعد مره ثانيه الورد الماضيه هو النجم يحيى كي. لاسين ديابي يحاول يمر يعدي ولكن الكره بتوصل لخارج الملعب الى رميه جانبيه. تمويه رائع جدا من جانب انور ديبا، وانور ديبا لاسينا ديابي، لاسينا ديابي يحاول الاختراق والمرور لكن ويليام شوستر بالتالي يكسب خطا موجود حاضر ابدا الكره في اللقطه الماضيه. يحاول بطاط
الأسيا ديابي مرور تقدم إرسال تسويب أبو حارس حارس باس الزيدا ملعوبة لمحمد سلام الأسيا ديابي خطفها توصل لأنور ديب أبو كلا يحاول يسدد يلعبها باليسار توصل لأريك إريك ملعوبة لاسينا لاسينا يحاول يمر ويتقدم ويحاول يغير اتجاه اللعب هناك على إريك توصل محمود سعد وصلت لاسينا ديابي لاسينا ديابي يسدد والتسديدة توصل سهلة لخليفة الدوسري توصل لخليفة الدوسري مباراة التونسي الرجل الذي يستحل مهامه بجانب الإخريطيات بدلا وعوضا عن مارسيم من خلال مباراة الليلة. غريغوري مرة أخرى بالجانب الأيسر السائق يبحثون الخطأ حاضر من عبد الرؤوف بزمام الأمور وكذلك أيضا الوصول لمرمى الآخر كرة حاضرة لدى الإخريطيات محاولة المرور لسانة ديابي يبحث من خلال الكرة الماضية محاولة على الجانب الأيسر تدخل بتوقيت مناسب وسلطان السفياني يشير إلى محمود سعد يعلي الكرة داخل منطقة الجزاء لا تغادر لسانة ديابي محمود سعد طالعة خطأ من لسانة ديابي لكن الإخريطيات يحاول أن يرد بنقلة عرضية من الطرف الأيمن عبد الرحمن مصبع يلعب الكرة تعود في الطرف الأيسر مجددا الإخريطيات ما زال على الهجوم داخل المنطقة محاولة المرور التصويب أمر بالاستمرارية لا قرار لكن الإخريطيات مجددا يهاجم الإخريطيات يحاول الله يا لاسينا مرور رائع محاولة التقدم عرضية خطيرة مثالية للإخريطيات أدمى على مستوى الصراع على لقب البطولة أن يكون رباعي حتى الآن ما زال الرباعي يمضي قدما وربما الهوة تبدأ تتسع ما بينه وما بين إسماعيل وحارس المرمى أحمد سفيان لكن أحمد سفيان يمسك كرته في العودة خلال خطوتين للخلف وتمكن من إمساك الكرة الماضية التي كادت أن تقع بعد ذلك إلى أحمد والكرة إلى رمي التماس حاضرة لمصلحة الإخريطيات نقلة مجددا من الطرف الأيسر لمصلحة الصواعق الكرة تنقل على مشارف المنطقة الكرة تعود لعبد الرحمن مصبع في الطرف الأيمن ينقلها مجددا أمامية حاضرة تعود لسانة ديابي يسقط لسانة ديابي وبطاقة صف ملعب إذا تبديلين دفعة واحدة بالنسبة لعمر أوزيل ببحث بطبيعة الحال عن إمكانية عودة فريقه إلى أجواء الأمكان كرة ملعوبة إسماعيل محمود السردة بانتصارات لمصلحة الإخريطيات مقابل ثلاث انتصارات فقط ثلاث انتصارات فقط لأم صراع الإخريطيات وبالتالي أم صراع ربما يبحث عن رابع انتصار بالنسبة ل محاولة المرور لسانة ديابي تصويبه من خارج المنطقة هذه هي الحلول المتاحة لنادي الإخريطيات أيضا تقطع الكرة تعود في الطرف الأيسر المهدي محمد يمرر إلى لسانة ديابي لسانة ديابي يحافظ على كرة بشكل جميل برافو ساكبو للأمانة برافو ساكبو والله لاعب ممتاز العاجي ساكبو الكرة وصلت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى ركلة مرمى بعد ذلك لمسة تصل بشكل مميز إلى محمد عبد الرحمن في منتصف ملعب المباراة محمد سلام أو هذا لسانة ديابي صف أو إلى رمي التماس رمي التماس تلعب رمية التماس دخول من لسانة ديابي في منطقة الجزاء مرور في مرة أولى في مرة ثانية بطاط في مرة ثالثة لكن أيضا تغطية دفاعية حاضرة وإبعاد أحيانا تشعر فيما أو جاءت الروح من الاستحالة أن يخسر الريان تأتي الروح متأخرة نعم لكنها جاءت وصلت تقدم
عزز سنجح إلى أن يكون مدربا لنادي الوحدة، وحدة مكة في مكة المكرمة، ثم بعد ذلك كان حاضرا أيضا مع نادي مونبيليا. كرة فيها محاولة تسديدة تأتي إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج نادي محمود سعد. لسينا ديابي، لسينا ديابي لعب ثلاث أربع أندية قطرية، لسينا أخيرا نادي قطر كان لعب له فترة أيضا. انطلاقة ثاني من جديد، انطلاقة ثاني، لكن هم قليل الامراض من هم بهذا الشكل طبعا بعيدا عن الضغوط الكبيره. ادي لسينا ديابي يعمل بالعرض، برافو علي جسمي، برافو يا ولد، هاجم كويس ودلوقتي بيدافع كويس. فرصه مشتعل عند رودريجو تاباتا، لديه 18 هدف، ساشا لديه 17 هدف، لكن ساشا اصيب في الجوله. الكره تخلصت الان عند بابا مالك في مكان مضغوط عليه، الكرة على الجهة اليمنى عدت إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية جانبية أمام لسينا ديابي. بالمهارة الفردية يحاول أن يخلق المساحة لنفسه، شوف سرعان ما تقطع الكرة، الكثرة تغلب الشجاعة يا لسينا. حقيقة تشيكو، لويس مارتين، محمد مونتاري، هذه الأسماء الحقيقة اللي مش موجودة مع نادي الخور، خاصة على مستوى الدفاع. إذا ما تحدثنا عن تشيكو الغياب المؤثر حق الكرة الماضية إلى رمية جانبية، تلعب سريعة في الجانب الأيمن، هنا محاولة مرور، لكن أيضا دفاعات نادي الأخوية هنا في الكرة تتخلص وتعود من جديد الأبطال. نتابع محاولة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، لكن مصطفى يخلص الكرة الماضية، لم تصل لديابي، عادت لمصلحة نادي الأخوية. حقيقة في أمور لمسة اليد أو في الطرق في الحكم على كرة اليد، هذه كرة ملعوبة لمصلحة نادي الخور، لكن كرة تتخلص تعود مرة أخرى. نصف ساعة مرت وهذه كرة أمامية، فرصة الآن، واللي طبعا تعرض لإصابة على إثرها طبعا غادر أرض الملعب كتغيير اضطراري وقتها طبعا، على مهم إشارة من الحكم المساعد أيضا بوجود خطأ. هنا في استلام وتمريرة ماركوس ديابي، يسيطر عليها، يمشيها لبريجي، نايف يحاول، ضغط عليه موجود من احمد، اشتعل من ناحية، هاي الكرة للامام، ديابي يحاول في الجانب الايسر، مر عدة خطيرة، تعديل، برافو كلود امين، مرت الان وصلت للطرف الايمن، لكن الكرة مرت. الاصلي من احداث هذا اللقاء، واحد الأخوية، والأخبار تأتي أنه واحد للسد، الأخبار تأتي من هناك. الخور الذي لديه 22 نقطة من 19 مباراة، سجل 17 هدف واستقبل الشباكة 23 هدف، يلعب كرة الأهلي، يلعب 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 كرة الأهلي، يمرر دائما ما يكون أفضل من منافسيه في الجولات الماضية. لسانة ديابي وصلت إلى مشعل مبارك، يونس علي بالخطأ من يونس، وصلت إلى لسانة ديابي، مر لسانة وتدخل، الله الله يا جوني أبنسر، ممتاز جدا في دخوله في الكرة المفر مشعل وجايبها معاه. الكرة لدينا ماديسون يحاول، وصلت إلى لسانة ديابي في الجهة اليمنى، يمر يمر، لاعب بإمكانيات بدنية هائلة جدا، يلعب الكرة العرضية، ولكن برافو عامر قصي، كرة أمامية، ديابي حاول يمر، مرت الآن وصلت للطرف الأيمن، لكن الكرة مرت. الأصلي من أحداث هذا اللقاء، واحد الأخوية، والأخبار تأتي أنه واحد للسد، الأخبار تأتي من هناك. الخور الذي لديه 22 نقطة من 19 مباراة، سجل 17 هدف واستقبل الشباكة 23 هدف، يلعب كرة الأهلي، يلعب 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 كرة الأهلي، يمرر دائما ما يكون أفضل من منافسيه في الجولات الماضية. لسانة ديابي وصلت إلى مشعل مبارك، يونس علي
بالخطا من يونس وصلت الى لسانه ديابي، مر لسانه وتدخل الله الله يا جونيا بنسر، ممتاز جدا في دخوله في الكره المفر مشعل وجايبها معاه. الكره لدينا ماديسون يحاول، وصلت الى لسانه ديابي في الجهه اليمنى، يمر يمر لاعب بامكانيات بدنيه هائله جدا يلعب الكره العرضيه، ولكن برافو عامر قصي. كره اماميه ديابي، حاول يمر من مشعل مبارك ناحيه جوليو سيزر، والله نبيع عرضي الاقل يشد الظهر لضربنا اللي صار شيء يكون رئيسنا عروبي منا وفينا نشد الظهر فيه شيخ، ولا للسانة ديابي في توقيت غير جيد مع صعب عبد المجيد. لسانة ديابي يحاول، وصلت لدينا لمصلحة الشامبين، الضغط يأتي من مشعل عبد الله نجم ماديسون، هنا خطورة ماديسون، هذا مكان ماديسون. لسانة ديابي، لسانة ديابي يحاول من امام مشعل عبد الله، كيف يتحرك هذا الرجل في الدقائق الاخيره، يدافع يقاتل هو وزملائه للنقاط الثلاث، موقف محرج. كره في الجهه اليسرى اماميه ممتازه من مصعب عبد المجيد للسانة ديابي داخل منطقه الجزاء، والتدخل موجود، ومن ثم الكره تعود الى حارس المرمى عامر الدوسري. وصلت بالاخير هناك الى مبارك، الى مبارك عبيد، يمر بسلاسه، يمر بكل بساطه، كرة القدم عند الشافي بسيطة هجومي لدى السد، كرة موجودة، خطأ حاضر من دفاعات الزعيم، وهل يستغل من جانب لسانة ديابي؟ لسانة مر وفلاحي الخور، يحاول هجوميا، الفرسان تبحث عن العودة مع بداية شوط اللقاء الثاني، تمريرة لمبارك عبيد من لسانة ديابي، ماديسون يحاول، دقيقة متبقية، بالإمكان أن نشاهد ما الذي سوف يحدث في لقاء السد والخور. على اليمين على أرضية لسانة، هنا بالوسط لدى عبد الكريم، هلال يحاول الضغط، يعرف بعضا جيدا عبد الكريم وهلال، ولفترة طويلة مع بعض في النادي في المنتخبات. مدافع ليون الكوري، لكن لسانة ديابي مر يتقدم بعد خطا موجود على محسن متولي. ليون توصل حريف لسانة ديابي، ديابي مر متولي بشكل ممتاز لمصلحة وليد محيي، تقدم هنا مار، تقدم ماديسون، ماديسون جول، ماديسون جول، لسانة ديابي جول، ممكن هي، ممكن هي الكرة زالت خطيرة لسانة، ولكن تسديدة بتمر إلى خارج الملعب. لسانة ديابي أمامية، لكن لمسة من الدفاعات، كرة عادت لماديسون، ماديسون واحد لواحد، يوسف من أمامه يعدي ولا لا؟ طويلة، ديابي يحاول من أمام أحمد فتحي حصلها، برافو ديابي، يحاول يمر من لامي أيضا، لكن أخيرا في صافر لمصلحة نادي الخور. النتيجة والنقاط كما قلنا المهم للفريقين للأمانة هنا وهناك، لكن الخور يقول لك أنا راح أبعد ابعد، جت على مستوى التعادل تجد ما بين الفريقين. هنا لسانة ديابي، ديابي يحاول يتقدم، ينتظر الان اللاعب جوليو، وكره فيها تدخل من جانب رامي فايز، مصراه هو هلال محمد. لسانة ديابي مع رامي يحاول يمر، لسانة ديابي يمر يتقدم، لكن رامي قرا حقيقه لسانة ديابي، وكره تتحول لمصلحه عبد الرحمن محسن، محاوله المرور امام جيرمي، ركلة الجزاء اعتقد انها كانت ممكن ان تكون نقطة تحول يا بولاند. وجوليو دائما الحديث عن ماركو انطوني. كرة توصل لسانة ديابي، معاه كرة لسانة ديابي،
هانكس تاكوبو مع كرة لفواري يحاول يتقدم من الجهة اليمين. التعويض في هذا اللقاء يوصل لمصلحة لاسينا ديابي. يحاول يتقدم مع اللاعب علي محمد وكرة فيها صافرة وخطأ موجود لمصلحة فريق الخور. كانت المطالبة بجانب توريو مستوى خط الهجوم. كرة وصلت الآن لمصلحة لاسينا ديابي. ديابي وصل لمصلحة بريك. نايف نايف مع الكرة يلعبها لمصلحة لاسينا ديابي مرة أخرى. يحاول مرور مع عبد العزيز اليهري. كرة توصل لمصلحة اللاعب ماديسون. ماديسون يسعى للتعلي بأعلى درجات التركيز. فريق ما كان مركز. الآن الخور ركلة جزاء. نعم ركلة جزاء صريحة ووفر. مسلطن الخور. الخور مسلطن. الله على الخور العنيد العنيد. الله 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 على هذا الفاصل. إن يقول لكن الكرة تعود إلى لسان ديابي. محاولة مستمرة والكرة قائمة لدى الخور. نقلة لكن أيضا يحسب لباد لدى غريغوري. السداوي يقول ليش تقول الريان؟ الريان يقول ليش تقول السد؟ فنقول الريان والسد أو السد والريان. كرة فيها مرور عبد المصعب أو مصعب عبد المجيد. مصعب عبد المجيد. الأمور كلها هادية، الأمور كلها تكون بالعامية الأمور طيبة في الفوز. خسارة لا. أمور مش كويسة. لسانة ديابي مرور وتمرير جاء في شوط اللقاء الثاني ليأتي بالحل لكنه أيضا من الوقت الأصلي. الثواني أو من الوقت البدل الضائع عفوا. الثواني الأخيرة بعد وإياكم. ننتظر صافرة محمد أحمد الشمري. وكان رحالة حقيقة لجميع الفرق ولم يدخل الجمعة. كرة تتحول توصل مصلحة لاسينا ديابي. يحاول يتقدم لاسينا ديابي. ينتظر الآن التقدم. توصل مصلحة جوليو. كرة تتحول للجهة اليمنى. كرة منقولة. توصل مصلحة لاسينا ديابي. تقدم الآن من جانب لاسينا ديابي على اليمين. يحاول يتقدم ويحاول يرسل كرة عرضية لاسينا ديابي. يمر ويتقدم ومعاه كرة لا زالت لمصلحة ماركو أنطونيو ميراندا. ومرسول الكرة في مكان ممتاز. محاولة بجانب لاسينا ديابي لمصلحة لاسينا ديابي. لاسينا ياخذ كرة. لاسينا كرة فيها مرور. لاسينا مر تقدم معاه كرة. لاسينا ديابي يحاول يمر معاه كرة. الآن فيها تقدم وبالتالي خطأ أخير في اللقاء. ممكن يكون الخطأ حاول ملعوب الآن مرور بشكل مثالي جدا لاسانا ديابي في المرة الأولى. في المرة الثانية مرر بعد ذلك إلى جوليو سيزار سدد لكن تسديد سهلة اصطدمت وصلت اليمنى. كرة أمامية ملعوبة الآن لمصلحة الخور. هدف يشعل الأحداث في شوط المباراة الثانية أكثر لمرور من لاسانا ديابي والسقوط في أرضية الملعب. داخل المنطقة يعود يلعب كرة لكن تحولت أبعدت من أمامه. عادت المحاولة مرة أخرى في الجانب المقابل لمصلحة نادي الخور. أبعدت تخلصت مرة إلى هلال محمد. سلامات لبيدرو ترك أرضية الملعب من أجل تلقي العلاج وبحول الله يكون قادرا في العودة في اللحظات القليلة القادمة من خلال أحداث محاولة لكن أيضا تغطية دفاعية تأتي. مركز القوة والتوجيه في نص الملعب لاسينا ديابي بيهرب لبرا. جريته غريبة شوية. نحس إنه عنده إصابة. نحس إن عنده حاجة في العضلة الضمة. هو جريته ستايله كده. كان في زمان يكون نصف الفريق إلا في الخور. هذه المعادلة غير موجودة. ماديسون إذا كان في مستواه فهو نصف الفريق. الكرة إلى خارج أرضية الملعب. مراحل أسوأ من هذه المرحلة. بل هذه المرحلة تعد الأفضل على الإطلاق في تاريخ الفريق بأن يحقق 5 انتصارات مع البداية على التوالي. جمهور الريان خلنا مني طمني عليك. قدم على المصلال بهدف مقابل لا
شماشل ومتى يعود الملك مصطفى. وصلت الى جوليو، شوف لان جوليو دائما ما يخرج داخل خارج منطقه الجزاء، لذلك ديابي يجب ان يبقى داخل منطقه الجزاء. وهنا لدينا تسديده من ديابي والكره بعد ذلك الى ركله زاويه، الى ركله جوليو، الى لسانة ديابي. لسانة لديه الكره، يمر ممتاز لاعب ممتاز، لكن لا يستغل الخور بشكل جيد، لا يستغل الخور بشكل. الهلال يمشي كره للامام، هنا محاوله مرور لمصلحه الخور لكن الى خارج ارض الملعب. اخيرا مرت تدخل لسانة ديابي وابعاد تبعد عادت مره اخرى، لكن من جديد دفاعات الخور في اجلاء المناطق الخلفيه، ابعاد كل الخطوره اللي ممكن تحصل من هجوم نادي الجيش اللي بدا الان بالانطلاق اكثر. وعاد الجيش في كل مكان. مرت لسانة ديابي يحاول يعدي امام اثنين، مره بشكل سليم مررها للامام لكن تتخلص، خلصت الكره الماضيه من جديد لبريتشي، يعدي تمر للامام ديابي، هنا محاوله لكن مقطوعه من امامه، وصلت من جديد لمصلحه الجيش. استلام في منتصف الملعب، محاوله موجوده الان، لاعب نادي الخور في اللقطه الماضيه وصلت الان للكره بعرض الملعب. جوليو يعدي في الطرف الايمن لمصلحه الجيش، لكن شوف خطا في ابعاد الكره او خطا في تسليم الكره الماضيه، مقطوعه عادت لمصلحه الخور، لمسه موجوده واخيرا نقله في الطرف الايسر، هنا انطلاق. وهذه لا تسلل خطيره لمصلحه الخور في الطرف الايمن، هنا محاوله موجوده افتتاح النتيجه ممكن في اقصى اليمين، مرت العرضيه اوه الى ركله مرمى، الى ركله مرمى، برافو برافو مندس، برافو مندس من امام. كل هذه الاسماء موجوده في دكه البدلاء بالنسبه لنادي الجيش، ننتظرها، ننتظر اضافه. هنا ديابي يتحصل على خطا من عبد الرحمن ابكر، خطا موجود في الطرف الايسر لمصلحه نادي الخور. جوم جوليو اماميه، هنا استلام ديابي، ديابي يحاول يعيد الكره للخلف مره اخرى، رضا رضا الشربي يحاول يمشي كره لات، رضا الشربي لديابي، ضغط عليه موجود لكن لا تزال الكره لمصلحه الخور. واحد اثنين نقلات، هذه بالخطا مرت مرتده، شوف ثلاثه على ثلاثه تمريره تقطع من ديابي، برافو ديابي، عدى ديابي من امام مراد، مر لمصلحه الخور، لا تزال الكره ما بين اللاعبين، لكن اخيرا عبد الرحمن ابكر يتدخل وينهي يبدا بكره للخور، لمسه للامام، ماركوس اماميه لسانه وديابي، ديابي يعدي لكن ايضا ابعاد وخطا ايضا بالعوده، لكن ايضا احمد ابكر هو الاقرب وهو على طول، اللي عايز اللي ما بيشبعش، اللي عنده الرغبه في الاجتهاد باستمرار، حاجات بتبقى جميلة. محمد جمعة أو علي جمعة بيحضر نفسه من نادي الخور، بقول لكم نادي الخور عين، هو راح والكرة وقفت، ده كلام يا سيد، ده كلام. لسانة ديابي يقف يا ولد على الترقيصة الجميلة، لكن عادل لامي بيغطي نفسه في مساحة، الربط مش مظبوط مع جوليو سيزر، لكن تشعر إن في حرق. راحت ميراندا، ميراندا هذه لسانة ديابي، حط الكرة تحت رجله كتير زيادة عن اللزوم، بيضغط عليه كويس وتطلع رمي تماسين، بينما الخور حتى الآن متأخر 1-0، يبحث عن التعديل. لسانة ديابي حاول يعدي، رجله الشمال واليمين كويسين، هاتوا خد عايز يعملها، اتعملت ورا على طول إلى ليونج اللاعب الكوري، عقاب هذه الباص الأمامي لسانة ديابي، لسانة ديابي ومعاه رد فاني، لسانة ديابي، لسانة ديابي، لعب جميل، فرصة سلام يا رجب، لسانة ديابي من تاني يقف يا ولد يا لعيب، تتحضر من جديد. الخليل واحد من حراس أيضا الكبار والتاريخيين للنادي العربي في زمن عظيم، بعيدا عن مشواره بعد ذلك سواء كان مع نادي السد أو أكمل مشواره مع نادي قطر قبل أن يكون